صراحة اف ام 88.6. برشا ناس يسألوني بربي العمارة وين اللي مثلتوا فيها، قل لهم ليه راهو دبوا في الشرقية. يتصدموا. راهو دبوا في الشرقية. كيفاش دبوا هكاكا؟ دبوا هذيك الكل معنا دي بنية قديمة. ماهيش بنية قديمة، هو دبوا جراج محلول كومبليتمون. أو باش نطيح لهم الحلمة. باش تدلهم الحلمة. تدلهم الحلمة اللي كان في مخاخهم. دبو كبير، دبو معناها تحط فيه انت لي ديكور والحاجات القديمه نتاع التلفزه والكل، ايبا بارتي منه هذاك الكل كونتر بلاكي. السيباراسيون هذيك كلها باللي كونتر بلاكي نتاع الكابيني نتاع لي ابارتمون نتاع ستوديو نتاع غيرو. الدروج هذاك اللي تشوفوا انت طالع ما عنده وين طالع، فما حيط قدامه. شغل هذاك ماهوش دروج. لا اي معناها ديكور. ديكور تشوف درجات طالعين، تاع لابريسيون اللي هو طالع الدوزيام ولا التخوازيام، لا فما لا دوزيام لا التخوازيام، فما حيط قدام الدروج. معناها سفيان الشاري الله يرحمه كي طاح من فوق السطح معناتها ما فماش منها الحكايه. لا ما فماش منها. الباقي الكل هذاك زليز بيان سيغ ورق، وكسوا في القاعه ولا الفوق ولا لا نحكي في هذا، مش بالحق فديكا هي يعني باش نهدلهم الحلمه اللي كانوا يتخيلوا فيها. دار النصر شو قلت حتى دار النصر حقيقيه في السطح، في السطح نتاع الدبو، في السطح نتاع الدبو تأزموا مش باش يرقدوا لي. وانا مانيش باش نكمل نحس بنوجه ومش باش نحس بنوجه، حس بنوجه ومل على وجه بنوجه وكل اسمع قل لي شعب التونسي مأزم وانت كملت على مرمته. انا مزح عندي اول باش نقول لك بلي دار النصر حقيقي. اي شو نقول لك انا اي هذيك حقيقي يرجع لك هكا شويه. اما لا 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 هذيك السطح نتاع لا نقول هكا سي فغي كو. اما باش نوريك زاده اللي راهو عندنا دي تكنيسيان طيارات على الاخر ودي جون فيهم الكبار وفيهم الصغار، وراهم يعملوا العجب اذا كان يلقاو فرصه باش يخدموا. معناها تشوف انت وقت اللي تشوف في ليماج جامي تصدق اللي عمرك شي شفت دز على حيط ولا حاجه، خاطر كونت بلاكي كان واحد يدز عليه يتيح يتيح. انت شوف غير كو ليسباس باش تشوف. نعيط له المايسترو صلاح الدين السيد بالنسبه لي يعني. على خاطر وقت اللي ترى انت كات ولا سان كاميرا يصوروا في الاسباس هذاك كيفاش معمول وديكور وكل، ايبا في كل كادر وقت اللي ترى لي كادر لي تابلو راه ورا الكادر راه فما نقبه في تاع كاميرا. معناها المشكله انه فما برشا ناس وقت تشوف لي حل هاجموه على اساس انه بون حاجه تضحك ودرا شنو، مي شوف لي حل كنا نخدمو من 6 نتاع الصباح حتى للتسعة 10 نتاع الليل. صراحه اف ام 88.6.